عينت البنك التجاري الكويتي مستشار للتفاوض مع البنوك الخارجية لإعادة جدولة قروضها، والآن يبدو أنها ستقدم ضمانات لقروض لم يكن فيها ضمانات سابقا. هل يعني ذلك فشل المساعي لتأمين التمويل داخليا بالكويت؟ طبعا البنك التجاري الكويتي له موقف يشكر عليه في محاولته الجادة والكبيرة في المساهمة في حل أزمة قروض الشركات الاستثمارية بشكل خاص، وأيضا يسند البنك أو يساعده هو ضمن مجموعة واحدة، هو شركة مجموعة الأوراق المالية. البنوك الأخرى للأسف الشديد وربما يحق لها، هي مترددة في حل الأوضاع أو للتقدم بحلول كما يقوم البنك التجاري الكويتي، لأن أوضاع الشركات الاستثمارية بعضها خطير جدا، ومن المغامرة مساعدتها قبل يعني ما تتضح الرؤية بشكل جيد. فالآن الوضع جيد بالنسبة للوضع البنك التجاري وشركات مثل جلوبال أو أعيان أو الدار في محاولة انتشالهم من المستنقع الذي سقطوا فيه، والذي سقطوا فيه بعضهم يعني ربما ك يعني ظروف تلقائية أو قاهرة، ومعظمهم للأسف الشديد سقط نتيجة لفساد وسوء إدارة بشكل فاحش. أستاذ ناصر، لن أسألك عما تقصد بالتحديد أو أن نسمي، لا نريد أن نسمي، ولكن أنا أود أن أسألك، التجاري الكويتي ما دوره هنا؟ يعني هل هو سيقدم الأموال من التجاري الكويتي، أم هو يعني لماذا دورك هو المفاوض مع البنوك الأجنبية؟ على ما سيفاوض ومن سيقدم هذه الضمانات؟ يعني ما دوره بهذه القصة؟ نعم. طبعا البنك التجاري يحاول من خلال امواله الذاتيه وربما من اموال كبار مساهمين وربما بالتحالف مع مؤسسات ماليه محليه او عالميه في المساهمه قدر المستطاع فيها حل هذه الازمه. فنعتقد وهناك رغبه صادقه كما يبدو من البنك التجاري في محاوله انقاذ الوضع وانقاذ ما يمكن انقاذه في سبيل المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني. طيب إذا كانت هذه الشركات المشكلة أن قيمة الأصول لديها متراجعة، كيف سيكون بإمكانها الآن أن تقدم ضمانات للقروض الخارجية؟ نعم، يعني هل ممكن أن يكون هذا حلا؟ طبعا الآن هذا السؤال هو المهم وهو اللي فارض نفسه والذي يؤدي إلى عدم تقدم أي بنوك أخرى بجرأة كبيرة كما يتقدم البنك التجاري الكويتي. هناك مشكلة في تقييم الأصول وتدهورها وربما بشكل حاد التي ممكن أن تضمن القروض. على سبيل المثال يعني شركة الدار تملكت بنك بوبيان ب 700 فلس، الآن ربما اليوم باعته ب 400 فلس، اليوم في صفقات يعني 15% من رأس مال البنك الذي يتردد الآن أن الدار باعت حصتها ربما مؤقتا. فهذه مسألة الأصول التي تقابل القروض هاي مشكلة كبيرة، والتي يعني نتمنى أن يجدوا لها حل. والبنك التجاري نعتقد أنه لا يغامر ولا يقامر، لكن يدرس بشكل دقيق الوضع وربما عنده هامش معين من الجرأة للتقدم إلى الأمام نحو حل المشكلة بقدر ما يستطيع. على كل إن تصديقا لما تقوله أو ربما من ما أشرت إليه، بنك بوبيان حتى الآن 174 مليون سهم تم تداولها عليه بالسوق الكويتية. نعم. هو الآن متراجع إلى 430 فلس. على كل إن دار الاستثمار أعلنت منذ يوم أمس أنها تنوي بيع 20% من أستون مارتن أيضا. جلوبال الأسبوع الماضي باعت بخسارة حصة ببنك البحرين والكويت. هل سنرى المزيد من البيع بخسارة لبعض الأصول؟ هل تراها من ضمن نفس الإطار؟ لأنه السوق يوم أمس ارتفع سهم دار الاستثمار وكأنه أمر إيجابي بيع الحصة بأستون مارتن، ولكن ألن تباع بأقل مما اشترت أم فيها ربحية برأيك؟ لا طبعا الآن الربحية مستبعدة بشكل ربما يكون مطلق. الآن السيولة مطلوبة سواء بربح أو خسارة، وغالبا سيكون هناك خسارة ربما تصل إلى 50%. فهناك، وهذا الشيء الصحيح، الآن مطلوب
إنقاذ الوضع وليس تجميله. إنقاذ الوضع يحتاج إلى تضحيات جسيمة، ومنها تصفية وتسييل أصول بخسارة ربما تزيد عن 50%، لأن ربما يعني بعد سنتين ثلاث يتم امتصاص هذه المشكلة. أما المكابرة وعدم البيع سيؤدي إلى الإفلاس. أستاذ ناصر، هل لديك فكرة كم القيمة الآن المستحقة على الشركات بشكل ضروري يعني أو بشكل مستعجل، ليس قيمة ديونهم الكلية، بشكل سريع لو سمحت؟ والله شوفي، يعني مثلا شركة الدار عليها أكثر من 950 مليون دينار، يقال أن أكثر من 60% منها قصيرة الأجل. جلوبال عليها تقريبا 600 مليون، معظمها أيضا قصير الأجل. أعيان عليها تقريبا 400 مليون، معظمها أيضا قصير الأجل. فهذه يعني الإحصائيات الأولية المتوفرة لدينا، وطبعا التفاصيل ما هي متاحة للجميع. نحن نشكر حضورك معنا أستاذ ناصر النفيسي، مدير عام مركز الجمان للاستشارات. أهلا وسهلا بك.